بتغادر بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك النهاردة في طريقها لأنجولا استعدادا لمواجهة فريق بترو أتلتيكو بعد بكرة في الجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية، وده على متن طائرة خاصة بعد ما حرص رئيس الزمالك على توفير أقصى درجات الراحة للفريق، وده بسبب أن الرحلات طبعا العادية بتستغرق حوالي 15 ساعة. وحرص رئيس الزمالك على عقد جلسة حماسية مع اللاعبين في آخر تدريب ليهم قبل السفر إلى أنجولا، أكد خلالها أهمية خوض المباراة بمنتهى القوة واللعب لمصلحة الفريق وتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرص الفريق في البطولة بسبب الموقف الصعب للفريق في جدول الترتيب واحتلاله المركز الأخير برصيد نقطتين، وبيمتلك الفريق فرصة للتأهل لدور الثمانية بشرط أنه يحقق الفوز في مباراتين وبيتعادل في مباراة واحدة من الثلاث مباريات المتبقية على أقل تقدير من أجل العبور للمرحلة التالية. ورغم صعوبة المهمة وحساسية الموقف، فإن فوز الفريق على أتلتيكو أو العودة بتعادل بيحافظ للفريق على هذا الأمل.